بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بالدولة الموحدية، توحيد الغرب الإسلامي، المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس ابتدائي. نعم، نشرح على بركة الله. إذا الأهداف تعلماتي: أتعرف ظروف نشأة الدولة الموحدية، مراحل تطورها، أفسر تكوين الإمبراطورية الموحدية بالغرب الإسلامي، أدرس خصائص الفن المعماري الموحدي من خلال أمثلة، أمهد لتعلماتي، ضعفت الدولة المرابطية وانقسمت في أواخر عهدها وحلت محلها الدولة الموحدية في حكم المغرب. إذن ضعف الدولة المرابطية لتحل محلها الدولة الموحدية، فما ظروف نشأتها ومراحل تطورها وكيف كونت إمبراطورية في الغرب الإسلامي وما مميزات الفن المعماري الموحدي؟ إذا ظروف النشأة ومراحل التطور ديالها وتكوين إمبراطورية في الغرب الإسلامي، ثم أخيرا مميزات الفن المعماري الموحدي. نعم، هنا عندنا: أتعرف ظروف نشأة الدولة الموحدية ومراحل تطورها. محمد بن تومارت من قبائل مصمودة كان مشتغلا بطلب العلم، ارتحل إلى المشرق عام 510، وقدم معه عبد المؤمن إلى المغرب الأقصى 514 هجرية، فأخذ يستنقص المرابطين ويدعو إلى خلع طاعتهم، واجتمع عليه أتباعه وتلاميذه في تلمل، ودعا الناس إلى بيعته عام 515 وسماهم بالموحدين. إذا هذا النص التاريخي خصنا نقراوه أكثر من مرة. بعدها غنمشيو طبعا هنا، هنايا عندنا مراحل، خط زمني لأهم مراحل طبعا تاريخ الدولة الموحدية. إذا المراحل الأساسية هي مرحلة التأسيس، ثم مرحلة الأوج والامتداد، ثم مرحلة الضعف. طبعا جميع الدول اللي قرينا، لا الأدارسة ولا المرابطين أو الموحدين، كاين مرحلة التأسيس، مرحلة الأوج والامتداد، وأخيرا مرحلة الضعف. في 518 كانت مبايعة محمد بن تومارت. نعم، بعدها جاء تولية عبد المؤمن، هذا عبد المؤمن في 524. إذا هذا قام بفتح المغرب الأقصى، وطبعا هنا الأوسط وإفريقيا، كذلك تيوسف بن عبد المؤمن ابن ديالو ويعقوب المنصور. إذا هاد طبعا هاد الخلفاء هادو أو هاد الأمراء، كاين عبد المؤمن ويوسف بن عبد المؤمن ويعقوب منصور، هنا عرفت طبعا الدولة ازدهارها. تولية ناصر. نعم، وهاد المعركة اللي هي هزيمة العقاب ونهاية ناصر سميت سعد، هنا دخلنا لمرحلة الضعف. إذا هذا له مقياس أو السلم. وفي 688 نهاية الدولة الموحدية. نعم، المصامدة، نتعرف على بعض المصطلحات. المصامدة قبائل الأمازيغية من سكان أطلس كبير الذي انبثقت منهم دولة الموحدين من مصر. تنمل حوض خصيب داخل الأطلس الغرب الكبير الغربي، ومنطلق نعم بن تومرت ودعوته. إذا انطلقت الدعوة ديال بن تومرت من تنمل، نعم، واحد حوض خصيب داخل الأطلس الكبير. هذا طبعا بالنسبة للمعطيات. عندنا هنايا قالوا لنا أقرأ النص وثيقة ومعطيات الخط الزمني، ثم انطلاقا من النص أعرف بابن تومرت، أعرف بابن تومرت. نعم، طبعا نقدو هذه بعدا، هذه نقدوها. نعم، إذا ابن تومرت، نعود إلى النص السابق. ابن تومرت عندنا هو، قلنا محمد بن تومرت من قبائل مسمودة. إذا بغينا نعطيو تعريف نكتبوه كاع، نديرو نعم، محمد بن تومرت، محمد، نعم، محمد بن تومرت، هو واحد التعريف من تلقى من النص، هو من قبائل مسمودة، من قبائل مصمودة. نعم، كان مشتغلا بالعلم، طلب العلم، ارتحل إلى طبعا المشرق،
ارتحل الى المشرق وعام 510 طبعا هجرية، ونعم كان ينتقص من المرابطين، وموقف ديالو انه يدعو موقف ديالو الى خلع طاعة المرابطين، يدعو الى خلع طاعة المرابطين. واحد تعريف صغير من النص. نعم نمر الى السؤال الموالي. تيقول لنا هو هنا تيقول لنا احدد تاريخ بداية الدولة الموحدية ونهايتها. اذا تاريخ بداية الدولة الموحدية فهي 518 والنهاية ديالها 688. 518 تاريخ بداية، تاريخ البداية او بدايتها 518 طبعا هجرية، والنهاية ديالها نهايتها 600 نعم ها هي رجعنا لهنا ها هي 668 668. إذا بغينا نعرفوا مدة الحكم نشدوا 668 نهاية الحكم ناقص 518 فنجد هنا 550 سنة. إذا قرن والنصف 150 سنة، هذا هو مدة الحكم ديال الدولة طبعا الدولة المرابطية، نعم الدولة طبعا الموحدية. نعم هنا أسمي الخلفاء. إذا حق نسينا هذا التاريخ المبايعة ديالو كانت 518، قلنا المدة بداية الدولة هو 518 والنهاية ديالها 668، وقلنا ان ها هي تاريخ البدايه 518 وتاريخ النهايه 668 ومده الحكم هي 150 سنه. اسمي الخلفاء الذين ارتبط عهدهم بمرحله الاوج والامتداد وابين المناطق التي فتحها الموحدون. اذا ها هما الخلفاء اللي كتعدوا الاوج، ها هما بلا ما نكتبوهم، ها هو عبد المؤمن ويوسف بن عبد المؤمن ويعقوب المنصور والناصر، هادو هما اللي كانت عرفت في مرحلة الأوج. أعيد، عبد المؤمن بن علي القومي، يوسف بن عبد المؤمن، يعقوب المنصور، وتولية الناصر، هادو بربعة عرفت الدولة أوج ازدهارها وامتدادها وطبعا نعم توسعها. من موراها وبين المناطق التي فتحها، نعم المناطق اللي فتحتها ها هي تكون هنا. إذا المناطق ها هي المغرب الأقصى والأوسط وإفريقيا. المغرب الأقصى اللي هو المغرب، والأوسط الجزائر، وإفريقيا تونس، هذه المناطق، ثم فتوحات الأندلس. أعيد، إذا المناطق اللي طبعا تم تحلها والمناطق التي تم طبعا فتحها هي فتح المغرب الأقصى والأوسط وإفريقيا ثم فتوحات الأندلس. أعيد، هذه المناطق التي طبعا فتحها الموحدون، المغرب الأقصى والأوسط وإفريقيا وكذلك فتوحات الأندلس. نعم أستخرج الحدث الذي يشكل بداية مرحلة الضعف وأحدد تاريخه هو اسم الخليفة الذي وقع في عهده. إذا رجعنا لهنا الحدث طبعا باش بدا الضعف ديال الدولة هو هزيمة العقاب. هذه المعركة هزيمة العقاب، نعم نقيدوها هنا هزيمة العقاب. مهم هذا الحدث اللي هو هزيمة نعم العقاب، ونحدد التاريخ. إذا السنة 209 في عهد ناصر، 209 هجرية، عطينا السنة الهجرية في عهد الحاكم اللي هو الناصر. نعم الناصر ثم كانت نهاية الناصر ثم بدأت مرحلة الضعف. نمر إلى طبعا النشاط الموالي، النشاط الثاني. أفسر تكوين الإمبراطورية الموحدية بالغرب الإسلامي. هنا إذا عنوان الخريطة امتداد الدولة الموحدية. لاحظوا المفتاح، عندنا هنا منطقة انطلاق الموحدين، هي إذا منطقة انطلاق الموحدين هي تينمل سنة 1185.
بالاطلس الكبير هي مهمه، منطقه الانطلاق من تنمل مناطق امتداد الدوله الموحده. لاحظوا الدول الموحديه هنا في الشرق، وصلت الاوسط يعني المغرب الاوسط، الجزائر، الى افريقيا في كين تونس، ثم الى طرابلس، وهنا في الشمال الاندلس، غرناطه واشبيليه، ثم في الجنوب سجل ماسا ونول، وحتى ورغلة يعني نحو مصر. إذا فكانت إمبراطورية عظمى. وحددوا منطقة انطلاق الدول الموحدية بما مكتوبها، هي تنمل، منطقة انطلاق الدول الموحدية تنمل، أعيد، هاي تنمل، أتبين المناطق امتداد الدول الموحدية. نعم، إذا المناطق امتداد هنا فتحت الأندلس، المغرب الأوسط، إفريقيا، وطبعا طرابلس، أعيد. إذا المناطق ها هي نكتبوها، عندنا مناطق قلنا الأندلس اللي هي إشبيلية وغرناطة، ثم المغرب طبعا الأوسط، وصلت المغرب الأوسط، ووصلوا لإفريقيا، وثم في الجنوب كاين سجل ماسا ونول، سجل ماسا، سجل ماسا، ثم نول، نعم، وكذلك ورغلة، نعم. إذا وسعي الخط الزمني لأذكر عهد من تم ذلك. إذا رجعنا للخط الزمني في العهد، بالنسبة لفتح المغرب الأقصى والأوسط، طبعا في عهد عبد المؤمن، عبد المؤمن توليت عبد المؤمن، وكذلك يوسف بن تشافين ويعقوب المنصور، طبعا اللي كانت فيها فتوحات الأندلس، فتوحات الأندلس. نعم، نمر إلى النشاط الموالي. بعد هي بعد فتح الأندلس، حول الخليفة عبد المؤمن بن علي اهتمامه صوب المغرب الأوسط الجزائر، ثم وجه حملاته ضد النورمان بإفريقيا، فتمكن بذلك من تحقيق الوحدة السياسية للغرب الإسلامي في إطار إمبراطورية موحدة. إمبراطورية، وكلمة إمبراطورية مجموعة كبيرة من البلدان كما قلنا، فيها المغرب الأوسط، وفيها إفريقيا، وفيها جزء الأندلس. إذا فهي إمبراطورية كبيرة، مجموعة كبيرة من البلدان والشعوب التي وحدت وخضعت لحكم عاهل واحد، هذه إمبراطورية. أتبين هدف عبد المؤمن من التوجه للمغرب الأوسط وإفريقيا؟ طبعا للقضاء على المرابطين، للقضاء على المغرب وتوحيد البلاد. أستنتج الأهمية التجارية لمناطق امتداد الدولة الموحدية. إذا أهمية التجارية لمناطق امتداد الدولة، طبعا هو كهنا، لاحظوا هنا خطوط التجارة. إذا الهدف هو إحداث خطوط تجارية، إحداث خطوط، لاحظوا خطوط تجارية، سواء في هنا في الشرق ولا كذلك هنا في الجنوب سجل ماسد، إحداث خطوط تجارية مهمة. استخلص الوضعية التي أصبح عليها الغرب الإسلامي في عبد المحيط. إذا الوضعية التي أصبح عليها الغرب الإسلامي في إذا هو الوحدة أو توحيد البلاد، توحيد البلاد، توحيد البلاد، نعم، توحيد البلاد أو الوحدة السياسية للبلاد. هذا طبعا بالنسبة للنشاط الثاني. نمر إلى النشاط الثالث، أدرس خصائص الفن المعماري الموحدي من خلال أمثلة. هذه طبعا معروفة صومعة الكتب الموجودة بمراكش، وهذه باب الهداية بالرباط. فإذا كان هدف الموحدين هو بناء الصروح الضخمة فقد تحقق في صومعة الكتبية وصومعة حسان وخيرالدا، برز على مستوى الزخرفة، مربعات وسيفزاء، تشكيلات مصبوغة على الطلاء في شكل لوحات جدارية نباتية وأخرى هندسية زخرفت بخط اليد، وجسد الفن الموحدي في الأبواب الضخمة، باب الرواح، باب الهداية بالرباط، وباب أغناو بمراكش. إذا قرينا النص وشفنا الصورتين، هنا باب الهداية وهنا صومعة الكتبية، أستخرج المعالم تحدثوا عنها النص. إذا المعالم تحدثوا عنها النص راه واضحة، كاينة صومعة الكتبية، نعم، النص عندنا باب الرواح وباب الهداية وباب أغناو بمراكش، ثم صومعة كتبية وصومعة حسان. إذا المعالم هي صومعة كتبية وصومعة حسان، أعيد، صومعة كتبية وصومعة حسان وخيرالدا. يعني يتحدث النص عن صومعة الكتبية وصومعة حسان وخيرالدا. وسمي المدينة التي يشبهها كل معلمة.
طبعا المعلمة صومعة كتبية بمراكش، هي صومعة كتبية بمراكش، وباب البداية طبعا بالرباط. استخرج العناصر الزخرفية الفنية تميز المعمار في الكتبية وباب البداية. إذا كنا طبعا برز على مستوى الزخرفة مربعات، هي الزخرفة مربعات فسيفساء، تشكيلات مصبوغة على الطراء في شكل لوحات جدارية نباتية، هنا أغرى هندسية، زخرفة باليد يعني خطوط طبعا العربية، ثم نعم أبواب ضخمة، هاي الزخرفة أبواب ضخمة بحال. إذا هذه هي العناصر الزخرفة. هناك طبعا قلنا على مستوى الزخرفة كاين مربعات في فسيفساء، نشيروا لهذه، وتشكيلات مصبوغة على الطراء في شكل لوحة جدارية، ثم كتابة بالخط اليد، وكذلك الأبواب الضخمة هذه. نعم أستنتج خصائص تميز طبعا، خصائص الفن المعماري الموحدي تميز طبعا بأبواب الضخمة والزخرفة طبعا من حيث كمربعات فسيفساء وغيرها. نعم سأضع في علبة الغصب ما تبقى هنا. هنا بعض التعاريف ما عرفوهم أو مقرأهم من راسكم. شكون الإفريقي يقصد بها تونس الحالية؟ النورمان، المسيحيون ملكوا الجزيرة الاستقلالية بعد سقوطها من يد المسلمين، واستولى حاكم روجرز دو في هذه السنة على طرابلس وتونس. بنو عبد الواد إمارة زناتية إسلامية نشأت في المغرب الأوسط، الجزائر واستمرت إلى القرن 19. أقوم تعلماتي. وهذه البناية المدرسة الموحدية مزخرفة بالفسيفساء بديعة، حيث لا توجد فسيفساء تغطي الجدران الداخلية بالزليج، وذلك على الأخص في قاع الدروس والممرات المسقوفة وفناء المدرسة المكشوفة، كله مفروش بالزليج. وفي وسط المدرسة فسقية يعني خصة منحوتة من الرخام الأبيض في غاية الجمال. أحدد نوع البناية المشار إليها. إذا نوع البناية هنكتبها لكم هنايا هي المدرسة، المدرسة الموحدية، المدرسة الموحدية. وظيفتها طبعا التعليم، التعليم. نعم مكوناتها من ناحية، إذا أولا هناك قاعة دروس مكوناتها كاينة، قاعة دروس، ممرات مسقوفة، إذا كاينة قاعات الدروس، ممرات عند السوق، سقف مسقوفة، ممرات مسقوفة، فناء المدرسة، المدرسة عندها فناء، فناء المدرسة. من وسط المدرسة كاينة واحد الخصة، خصة. نعم قال لك وتبين خصائص الزخرفية وأهمية الجمالية. إذا الخصائص كتبين أن هناك وجود فسيفساء بديعة تغطي الجدران الداخلية بالزليج، وذلك على الأخص في وجود طبعا الرخام الأبيض في غاية طبعا، وأهمية الجمالية أنها كانت في غاية الجمال أهميتها طبعا. طبعا أستنتج دلالة الاهتمام بهذا النوع من المؤششات من طرف الموحدين. إذا هذه تبين أن الموحدين يعني اهتموا بالدراسة وطبعا بال